يعني قبل ما ادخل في رؤيتك لمنافسات الشامبيونز ليج والمنافسات الاوروبيه وطبعا فرص الفرق الايطاليه، يهمني ابدا الحقيقه بملف منتخب مصر، وعايز اعرف ارجع معاك فلاش باك كده، قصتك مع منتخب مصر، انطباعاتك عن الكره المصريه، ايه الذكريات اللي ما زلت محتفظ بيها من الفتره اللي تولدت فيها او يعني كنت بتشتغل فيها كمدير فني لمنتخب مصر؟ Quando sono stato allenatore io era un calcio egiziano che poteva crescere con dei giovani. عندما كنت مدربا لمنتخب مصر كانت الامور مختلفه عن الايام التي نعيشها الان. لقد جئت الى مصر واردت تغيير الكره المصريه، لكن دعني اقول لك واكون صريحا، الاجواء في مصر صعبه جدا، وقد قابلت العديد من الصعوبات في التعامل والتأقلم مع العقلية المصرية وعقلية، دعني لا نريد أن أقول العقلية المصرية كالشعب المصري لكي لا تتفاقم الأمور، لكن مع المسؤولين المصريين في اتحاد كرة القدم لم يعطوا لي الفرصة كاملة لكي أتأقلم في الأجواء. كانوا يتدخلون في العديد من الأشياء، وكان الجهاز المعاون يتدخل دائما في أعمالي. ايه الحاجات اللي شاف ماركو تارديلي انه لابد من تغييرها في منظومه الكره المصريه، سواء تحقق منها شيء او حتى لم يتحقق؟ اريد ان اقول لك ان احترم الشعب المصري واحترم الكره المصريه، هذا قبل كل شيء، والكره المصريه لديها العديد من الاساطير المحليين والذين يلعبون في اوروبا، لكن يجب ان تتغير عقليه المسؤولين في الكره المصريه، يجب ان تتم اعطاء الفرصه للمدرب لكي ياخذ وقته. يعني اللي فهمته من كلامك انه انت ما خدتش فرصتك بشكل كامل، ايه المعوقات اللي انت واجهتها اثناء فتره توليك مسؤوليه منتخب مصر؟ لكي أكون صريحا، أعطوا لي الفرصة لكن لم يعطوا لي الفرصة كاملة، كانوا يتدخلون دائما في الأمور، في كل مباراة اللاعبون دائما يتحدثون معي، لماذا أنا أجلس احتياطيا؟ المدرب المساعد دائما يأتي ويقول لي رأي من غير ما أطلب ذلك.